ندى بونجور عليكي، واللي انتوا حققتوه في الفترة الأخيرة طبعا أكثر من رائع. أنا وكريم أكيد حابين إن احنا يعني بعد ما نصبح عليكي نتكلم فيه أكتر. طبعا صباح الخير لكم كلكم. صباح الفل. البطولة دي كانت طبعا هتفرق لنا قوي، لأن احنا في بداية السيزن وهو الزمالك ما كانش معانا، احنا كسبناه من الصيد والفرق كانت قوية قوي، يعني الصيد وسبورتنج ودجلة من يعني من أقوى 3 فرق بعد الزمالك طبعا. فاحنا ادينا ده دافع لينا ان احنا نبدا السيزون دوت ببطوله علشان نعرف الدوري وكاس وافريقيا، ولو دخلنا بطوله عربيه ان احنا نعرف ناخدهم ونكسب كل البطولات. فطبعا ده كان حاجه كبيره قوي لينا ان احنا نبدا كده ببطوله يعني. اكيد. طب خلينا بقى في الاول خالص ناخد معاك الموضوع من اوله، من اول ما ابتديتي تمارسي هذه الرياضه، وخلفيه برضو عنك وعن دراستك، يعني احكي لنا كده شويه عن نتعرف عليكي اكتر، وبعد كده ندخل بقى معاكي في التفاصيل الفنيه والبطوله واقوى المباريات اللي خضتيها الى اخره. هو انا دخلت فولي طبعا عشان عيلتي كلها بتلعب فولي من وانا صغيره، بابا كان لسه بيلعب يعني، فكنت بروح معاه التمارين بقى بمسك الكوره وانا 5 سنين يعني، مش حاجه اقعد اجري بيها وكده. فطبعا يعني لازم هيدخلوني فولي، بابا وماما يعني بيلعبوا فولي. بس بدات لعبت سنه مع بابا في الطيران، بعدين بقى بعديها على طول قالوا لي لا لازم تروحي الاهلي وبتاع، انت شكلك هتبقي كويسه لما تكبري وبتاع، كنت دايما قصيره فلا انت هتبقي ليبرو كويسه يعني. بس فرحت الاهلي، وبعدين بقى قعدت من وانا عندي 8 سنين لحد دلوقتي بلعب في الاهلي. اقوى ماتشات ليا طبعا، لا في كتير قوي يعني، بس اكتر ماتش مثلا مش هقدر انساه افريقيا في 2018 الفاينل افريقيا، ده من اقوى ماتشات ليا بصراحه يعني. ولما كسبنا الفاينل كنت اول مره العب افريقيا، كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. دراستي بقى طبعا انا خريجه من اكاديميه بحريه تجاره. اوكي. أكاديمية بحرية تجارة، حلو. عندك طموح تشتغلي حاجة ليها علاقة بالدراسة دي ولا كانت كلية وخلاص؟ لا نفسي طبعا، نفسي، بس مع الفولي صعب قوي يعني، احنا بنخش معسكرات كتيرة قوي، فأي حد بيشتغل عندنا في الفرقة لازم هيترفض. فأنا نفسي بس يعني ألاقي حاجة أقدر أوازن بينها مع الرياضة يعني. هو انت اصلا ندى يعني شايفه قدامك كام سنه كمان ممكن تفضلي في بتمارسي رياضه كلاعبه؟ وهل بعد كده عندك طموح مثلا تدربي او حاجه زي كده ولا مش في دماغك؟ لا هو انا ممكن يعني كمركزي ممكن اكمل 10 سنين كمان او اكتر كمان يعني، وحتى في مراكز تانية في ناس ما شاء الله سنها كبير وبتلعب كويس، على حسب كل واحد يعني هيقدر جسمه يستحمل ولا لا. دي ميزه نسبيه في الفولي بول عن غيرها من الرياضات اللي طبعا. في مساحه ان حد لو تقدم نسبيا في العمر برضه يبقى موجود وبقوه. ايوه طبعا، ده فده بيفرق يعني، بيفرق كتير قوي ان انا خلاص انا ممكن اركز في تماريني وافضل اقعد لحد 40 سنه ما فيش اي مشكله. في كتير كده يعني. انت دلوقتي سنك كام؟ 23 يعني، 23. بعد كام يوم 23 ان شاء الله. حلو. طيب. بعد كام يوم انت طيب؟ حلو. كل سنه وانت طيبه يا رب.